التي جاءت الدعوة المحمدية في سياقها، يعني في أي أجواء جاء رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا أمر مهم حتى نعرف ما عاناه رسول الله صلى الله عليه وآله، الآليات التي مارسها في محاولاته وفي عمله لتغيير ذاك المجتمع الذي وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بالجاهلي، المجتمع الجاهلي. هذا أمر مهم بلا شك، ولكن هناك ما هو في نظر القاصر أهم من بحث ذاك الوقت أو ذاك العهد ما قبل الرسالة. ما هو هذا الأمر؟ بشكل مختصر تعلمون عمق الانغماس الذي كان يعيشه المجتمع الجاهلي في الرذيلة، في الظلم، في استعباد الآخر، في الاستبداد. والمشكلة ليست في هذه العناوين فقط، المشكلة هنا عندما يشعر المجتمع ويعيش هذه الحالة على أساس أنها حالة طبيعية. بمعنى إحنا اليوم نتكلم عن أن الظلم قبيح، نتحدث عن أن استعباد الآخرين أمر قبيح، ولكن تخيل إذا كانت هذه الحالة هي الحالة الطبيعية في المجتمع. يعني الطبيعي أن يكون ذاك عبداً لفلان، الطبيعي أن تؤد البنت في قبر يحفره لها أبوها، الطبيعي أن تقام الليالي الحمراء وتشتغل فيها ذوات الأعلام. الحالة حالة العهر أجلكم الله حالة طبيعية في المجتمع، يعني الثقافة هكذا، ما عندهم شعيب أصلا. إذا جيت إلى العبد تبغي تحرر في ذاك الوقت، العبد يقول لك لا خلني، أنا هذه أجوائي، أنا هذا اللي متعود عليه، وما مستعد أصلاً أعيش حياة أخرى أو أنتقل من هذه الأجواء التي اعتدت عليها واعتاد عليها آبائي إلى أجواء جديدة، ما أعرف أتصرف وياها أصلاً. في هذه الظروف القاسية ثقافياً جاء رسول الله صلى الله عليه وآله في عمله الرسالي التبليغي محاولا تغيير هذه الحالة، يعني يريد أن يقول للناس أنتم أحرار، يريد أن يقول للناس فكروا، يريد أن يقول للناس كونوا أنتم لا تكونوا غيركم. مارس هذا الدور لأكثر من عقدين من الزمن، حتى أن الظروف اضطرته إلى أن يغير موقع العمل. كان في مكة المكرمة ثم تحول إلى المدينة المنورة ليواصل، يعني هذا بحسب التعبير المعاصر يقولون انعطافة استراتيجية، لو بقي في قريش لو أدت الدعوة، ولكنه غير الموقع وعمل في ميدان أو في مساحة أخرى هي المدينة المنورة. هذه الظروف بشكل عام قلت بأنها مهمة وينبغي أن ندرسها بشكل مفصل، ولكن المشكلة وين صارت؟ المشكلة هنا، رحل رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذه الدنيا. ما الذي حدث؟ أنتون جاوبوا عليه. كيف؟ يعني ما اتخذوا عليا بس هذا؟ كان زين بس قالوا العالم أنت الخليفة، كان هانت. شلون انقلبوا على الإسلام؟ وش اللي صار؟ ما هي الإجراءات التي اتخذت؟ الحين صار هذا الانقلاب، بس ما هي الإجراءات التي اتخذت؟ تفضلوا. ما يخالف ردة، ولكن ما هي طبيعة هذه الردة؟
يعني وش صار وش سوى. بس نسمع ولدنا وش قال. ممتاز جميل. عفوا شلون أخذوها؟ ما يخالف أخذوها بعد. وش اللي صار؟ أي سنن؟ ممكن تبينون بعض العناوين؟ هي سيدي لو أنهم رجعوا إلى نقطة الصفر لهان الأمر. يعني لو رجعوا إلى الحياة الجاهلية وأعلنوا كفرهم لكان الأمر هينا. القضية وين؟ القضية أنهم اتخذوا الإسلام ستارا لممارسة الجاهلية. يعني قبل هذا كافر، هذا يعبد الأوثان، هذا جاهلي، واضح أمره. ولكن إذا تستر خلف لحية الإسلام، إذا توارى خلف ستار نقط نقط، أنتم المشكلة هنا. يعني أول ما صنعوه، أنا ما راح أحدد أسماء وحقب، أنتوا عليكم تراجعون وتحددون. أول ما صنعوه، ركزوا، المجتمع الجاهلي شلون كان؟ كان مجتمع طبقي، بحسب التعبير اليوم مجتمع أرستقراطي، اللي فوق فوق واللي تحت تحت، وبحسب المصطلح الاجتماعي طبقة مستعبدة عاملة تبيع جهدها على منه؟ على ذاك المجتمع البرجوازي. يعني لو كان كارل ماركس موجود هناك كان ايش قسمهم؟ برجوازية وبروليتاريا. هذا كان المجتمع الجاهلي. أول ما صنعه بعضهم أنه غير سنة تقسيم العطاءات التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول صلى الله عليه وآله قال نفتح بيت المال الأنصار المهاجرون القرشيون المكيون المدنيون الحبشي الرومي، هذا له مثل ذاك، سواء في العطاء. هم ماذا صنعوا؟ قالوا لا، المهاجر في عطائه يختلف عن المناصر. السابق إلى الإسلام له عطاء أكثر. من يذهب معنا في فتوحاتنا له عطاء أكبر. هذا أول مسمار في النعش دقوه. ثم جاء الآخر وقال هذه، طبعا أسسوا بأن السلطة لمن؟ لقريش. ركزوا، لا يمكن أن تخرج من ديارنا وحتى نضمنها منو يصير الوالي على الكوفة؟ الوليد بن عتبة بن أبي معيط. منو يصير على الشام؟ أبو يزيد. منو يصير على فلان؟ الجماعة كلهم اللي ينتهي نسبهم إلى آل أمية.
وزعوا ولاة على الأمصار، بعد ما في أحد غيرنا، وبيت المال قال قائلهم نأخذ منه ما نشاء وندع لكم منه ما نشاء، وقال آخر هذه أرض الله أعطاني إياها فما أعطاني فبتفضل منه وما تركت لكم فمنة مني عليكم. باسم من؟ باسم الدين، باسم الإسلام، باسم المحافظة على الحكومة الإسلامية. في هذه الأجواء من بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى السنة 35 من الهجرة عاشها علي صلوات الله وسلامه عليه. القضية مو قضية مفاضلة، أعوذ بالله، محمد صلى الله عليه وآله خير البشر بلا كلام، ولكن من واجه المهمة الأصعب؟ الرسول صلى الله عليه وآله جاء لمجتمع معقد، ثقافة متجذرة متخلفة جاهلية أراد أن يغيرها، يعني جاء بمنهج جديد، يقول أنا عندي قانون جديد، عندي دستور جديد، عندي كتالوج جديد، تعالوا خلونا نبين لكم ونشوف شنو اللي نقدر نسوي لمعالجة هذا المجتمع. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جاء في مجتمع يفترض أنه تعافى برسالة رسول الله صلى الله عليه وآله، يفترض أن الإسلام أصبح له درعا، أصبح له حاميا. صلوا على محمد وآل محمد. ثانية لتعجيل الفرج. ثالثة. ذاك المجتمع كان مجتمعا جاهليا واضح المعالم، أما مجتمع ما بعد الرسول صلى الله عليه وآله مشكلته هنا، مجتمع يعيش الجاهلية باسم الإسلام، يسرق باسم الإسلام. أعاد المجتمع إلى الحالة الأرستقراطية الطبقية باسم الإسلام، يظلم باسم الإسلام، يقرب ويبعد باسم الإسلام. يعني عندما تأتي لمحاججة أحدهم ماذا يقول؟ يقول هذا عز من الله سبحانه وتعالى أعطاني بعد مقتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ماذا قال اللعين للسيدة زينب؟ قال لها كيف رأيت وش نسب الصنع إلى الله سبحانه وتعالى؟ أنت خرجت على إمام زمانك، أنت خرجت على ولي الأمر، فصنع الله سبحانه وتعالى بك ما صنع. هكذا يتعاملون مع في إدارتهم إلى المجتمع الإسلامي، يعني نحن نتحرك بتأييد من الله سبحانه وتعالى. الملاحظ الآن بعد هذه المقدمة أن الخطاب النبوي كان خطابا بحسب تعبير اليوم ناعما، كتاب خطاب محبة،
خطاب ألفة، حتى في يوم الفتح قال عنه أنه يوم المرحمة، سامح وعفى، ما صعد في خطابه. تعال إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كيف كان خطابه؟ عندكم الكلام تفضلوا. مثل خطاب الرسول صلى الله عليه وآله وتغير نفسه؟ لقد ملأتم قلبي قيحا أشباه الرجال. نفسه لو نفسه تغير؟ ليش هذا التغير؟ مو هم واحد محمد وعلي صلوات الله وسلامه عليهما؟ ليش هذا التغير في الخطاب صار؟ تفضلوا. في منو؟ الحقد هذا موجود في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن خطابه كان خطابا هادئا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه صعد في مستوى الخطاب، يعني قال لهم لقد مللتكم ومللتموني. فاستحمق عليهم. أحسنت أحسنت، كلام جميل. بعد إيه الكلام صح، الظروف نعرفها، ولكن لماذا تغير الخطاب؟ تفضلوا. زين، هل هذا الانقلاب على الأعقاب يستدعي ارتفاع اللهجة؟ طيب زين، خلا نقول خلا لا يعملون، ليش أصعد في خطابي وياهم؟ جميل، هذا واحد. بعدين أنت قاعد تفضلوا. إذن الموقف يتغير بتغير الظرف، هذه مسألة طبعا هذه جدا مهمة بيجي الكلام عنها، ولكن هناك عنوان جدا مهم في نظري، بأن أنت اليوم تتكلم باسمنا، أنت تتكلم باسم الإسلام. في السابق أريد أن أغير قناعاتك، أريد لك الهداية، يعني منهج جديد أن تدخل فيه، وإن أسأت فأنت تسيء إلى نفسك، تسيء إلى جاهليتك السيئة بأصلها. اليوم أنت اسمك مسلم، عملك يحمل على الإسلام. قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه شيعتنا كونوا زينا لنا ولا تكونوا علينا شينا. شوف، لنا وعلينا، إن كنا زينا فنحن زين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإن كنا والعياذ بالله شينا فنحن شين عليهم صلوات الله وسلامه عليهم. يعني في أحد الروايات يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لأحد الأصحاب الجويني كأنما يقول لا تحمل الناس على رقابنا،
أنت التصرف اللي يطلع منك راجع إلى من؟ إلى أهل البيت. أنت تحبب الناس في أهل البيت، وأنت تبعد الناس عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بعملك، بسلوكك، بلسانك وفعلك. أنتم بالأمس كنتم حيارى بلا دين، بلا قائد هدى، جاءكم الرسول صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين، أراد أن يخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ماذا يصنع؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، كله مساعدة للخروج، لاستنقاذ هذه الأمة من الضلال. يوم الغدير قال: اليوم أكملت عليكم، اليوم رضي الله سبحانه وتعالى هذا الدين للأمة، انتهى خلاص. لما تجي وتنحرف بهذه الطريقة وباسم الإسلام، هذا الخطاب يحتاج إلى تصعيد. هذا المحور من محاور تغير الخطاب بين أمير المؤمنين، من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. السؤال إلى الأخوة الآن: نحن مأمورون بالتأسي، نتأسى بمن؟ بخطاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أو بخطاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أو بمعاهدة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، أو بنهضة الإمام الحسين، أو نغيب كما غاب الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف؟ كم منهج عندنا؟ عندنا 14 منهج، وش نختار؟ شلون؟ زين والباقي؟ ما يخالف، مو احنا قلنا بان المناهج مختلفة، يعني احنا اللي نشوفها بحسب الظاهر طبعا، بان الرسول صلى الله عليه وآله تعامل باللين وتعامل بالعاف وتعامل بالتسامح، امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اخذهم بالشدة وهددهم في البداية، قال: ترى انا ما انفع لكم، خلوني وزير احسن من امير، ترى إذا ضوقتكم العدل ما تقدرون عليه، قالوا لا نبغيك. ويوم صار 5 سنوات فيها 3 حروب، وفي السنة الخامسة قتل. تفضلوا. أتفق تماما، هو المنهج واحد ولكنه متعدد في ظهوراته. مرة الرسول، أبغي أقول إحنا نتبع أي ظهور من هذه الظهورات؟ جميل جميل. فبحسب الظرف، يعني نختار منهج الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام بحسب الظرف القائم، ثم نختار منهج أحد الأئمة بحسب هذه الظروف. طيب، هذه إجابة. بعد فوش نسوي؟ يعني نغيب. هذا المنهج موجود مطروح ويمارس، بس نغيب بأي معنى؟ يعني مو نغيب إن ما لنا شغل في الشيء، يعني نكون أحلاس كما يعبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ما يصير، هي مو كوكتيل نجمعها وهذا
طيب هذه مسألة اللي يناسب مثل ما تفضل الحجي قبل شوي، عفوا مثل ما تفضل الحجي قبل شوي بحسب الظروف مو؟ خلوني أتجاوز هذا السؤال وأطرح السؤال التالي بناء على الإجابتين. من يشخص الظرف وينتخب المنهج؟ في البحرين بعد، لا البحرين المنتج، هذه مصنع علماء البحرين. تفضلوا. عفواً بس عفواً إخواني إذا ممكن، لأن الصوت كلش يشوش. تفضلوا. أي أنا هذا اللي أبغى أوصل له، هذا اللي تفضلتم فيه. الإمام علي عليه السلام يقول بما معناه بأن هذه ولايتكم أو هذا بيت الخراب وبيت الوبال، يسمي قصر الإمارة، فكأن في فرق بين الطرحين. اختلاف المكان واختلاف الزمان اللي عاشه الإمام علي عليه السلام غير الزمان اللي عاشه الإمام الرضا عليه السلام. ما أدري سؤال يعني أنا كلامك جدا أتفق يا سليم. اللي أبغي أقوله بأن هذه المناهج المتعددة التي طرحها الله سبحانه وتعالى عن طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تحتاج إلى تشخيص، يعني أن نشخص الواقع الذي نعيشه ثم نحدد المنهج الذي ينبغي أن نتبعه. أنا أتصور أن التشخيص هو من يفهم القرآن والسنة بالشكل الصحيح، بعيد عن الأهواء وبعيد عن، يعني نجيب أي شخص يكون يعني تبع مثلا جهة معينة وتبع حزب معين، كل واحد يجر النار إلى قرصة. أما إذا باعدنا هالشوائب كلها وجينا مثل الإمام علي عليه السلام يقول معاوية ليس بأدهى مني، بما معناه بأنه يفجر ويغدر، وأنا أتبع الحق. الحق هو الفاصل بين فلهين. زين. واضح كلام الحج؟ يقول أن إحنا يحتاج نبعد الأهواء والانتماءات وكذا، صحيح؟ ونجعل الإمام هو القرآن والعترة، ونشوف إلى أين، عفواً، وين يودوننا، كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا كلام جميل، هل هو ممكن؟ ممكن في الوقت الحالي لا، ننتظر إمام الزمان عليه السلام. ماذا نصنع؟ نصنع الانتظار، نساعد الإمام عليه السلام بأعمالنا وتصرفاتنا وتمسكنا بديننا حتى يخرج. ما رأيكم؟ التوعية كيف؟ هنا جواب جيد، نمارس التوعية. شوفوا احنا من خلال يعني نمارس التوعية بمختلف الأدوات والوسائل، هذا كلام جميل، ولكن الواقع الذي نعيشه اليوم، لاحظوا، من ينادي بألف موقف يدعم خياره بسيرة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وبآيات من كتاب الله عز وجل، ويشخص الواقع من زاويته وينحصر في هذه الزاوية. سامحوني أنا ما أقدر أبين أكثر،
خلكم وياي. جهة أخرى بنفس المستوى العلمي، نفس الإخلاص ونفس التدين والالتزام، تطرح أطروحة مناقضة مغايرة تماما للأطروحة الأولى، وتدعم بموقف للمعصوم وبآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. وثالث يقول تعالوا نتودد إلى الآخرين من المذاهب الإسلامية. ورابع يقول تعالوا لنتبرأ من هذا وذاك. واحد يقول نحن لسنا في عصر وفي زمن إظهار لكل عقائدنا، والآخر يقول انتهى زمن التقية، وهذا بآيات وذاك بآيات، وهذا بسيرة المعصوم وذاك بسيرة المعصوم. الضحية منه؟ هذا يأتي بخطابات رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيها المحبة وفيها التسامح وفيها اللين. وذاك يأتي بخطابات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، التي تتسم بالشدة وبالتعنيف لأهل البصرة ولأهل الكوفة. وآخر يأتي بكلام الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، مثلي لا يبايع مثلك، وينسى السيرة ينسى الآخر، لأنه لا يتمكن من النظر إلا من خلال هذه الزاوية، خلاص انحصر فيها. طيب هذا مو طفل والثاني مو جاهل، هذا له منزلة وذاك له منزلة، هذا له التزامه وذاك له التزامه، هذا متدين وذاك متدين. في مثل هذه الحالات يرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ يعني مثلا عندما نشك في لفظ من الألفاظ أنه استعمل في معناه الحقيقي أو معناه المجازي، ماذا نصنع؟ نقول بأن الأصالة للحقيقة، ففي حال الشك ما ندري هذا حقيقة أو مجاز، نرجع إلى الحقيقة. صحيح؟ في مثل هذه الحالة التي نعيشها اليوم، وكتاب الله سبحانه وتعالى بين أيدينا يقول ولا تنازعوا، ما هي النتيجة المترتب على التنازع؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني ما يكون لكم وزن أصلا. تصارخ تصيح تطلع بيان تكتب، ما حد يعتبر إلى كلامك، لا ريح لك، يعني فقط تتعب نفسك بالصراخ. هذا بسبب ماذا؟ بسبب التنازع فيما بيننا، لأن المشكلة هذا ما يطرح رأي المدعم قرآنيا وعترويا ويحترم الآخر، يقول هذا رأيي وهذه رؤيتي وهذا مشروعي، ومن لا يكون معي فهو. نتكلم احنا مو على مستوى سياسي وعلى مستوى كذا، نتكلم على مستوى فتاوى، نتكلم على مستوى آراء فقهية، نتكلم على مستوى هلال. الاختلاف في إثبات الهلال من أكثر الأمور طبيعية، هذا أمر طبيعي راجع إلى مباني فقهية. عجزنا عجزة وسادتنا العلماء وهم يتكلمون، ترى الأمر هذا طبيعي يا أخوة، هذا مبنى كذا وهذا مبنى كذا، ما تقدر أنت توحد المباني. ينتهي إلى هذا الرأي وهذا ينتهي إلى هذا الرأي، تعالوا خلونا نحترم هذه التوجهات الفقه، هذا مو قادرين عليه. كل سنة نكرر نفس المشكلة، شلون
شلون وهذه من الواضحات يعني في المسائل الفقهية، هذا من الأمور الواضحة. كيف بنا في الميدان الآخر، في ميدان التبليغ وميدان الدعوة وميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أطرح رأيي مدعم بالقرآن وبسيرة أهل البيت، مع أن هناك مناهج أخرى، هناك أطروحات أخرى، ولكنها مصادرة. وإذا صودرت لا مفر من النزاع والتنازع، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما هو الأصل؟ أولا ما يؤدي بنا إلى التنازع مرفوض. كل أمر ينتهي بنا إلى التنازع مرفوض، ومن يبرر نزاعه مع المؤمنين هذا أشد من المخالف الذي ينازعنا ويتنازع معنا. حافظ على لفظي ما يكون قاسي. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنازعوا. الله سبحانه وتعالى جعل ولاية بين المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تحت أي عنوان؟ تحت عنوان إنما المؤمنون إخوة. هذا الضابط الأولى، أي أمر يؤدي بنا إلى التنازع ينبغي أن نتوقف عنه، نلغي، حتى لو كان يتعلق بجانب من مصائرنا الدنيوية لا نخوض فيه. وإن خاض منا أحد فهو يساهم في ماذا؟ في إشعال التنازع، وبالتالي يكون سببا للفرقة التي يعيشها المؤمنون. اثنين، الأصل في المناهج سيرة الرسول صلى الله عليه وآله، أو سيرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أو سيرة الإمام الحسن، أو سيرة الإمام الحسين. سيرة أمير المؤمنين اتسمت بهذه الشدة لعارض عرض على الأمة، بيناه في بداية الكلام. الإمام الحسن كذلك، الإمام الحسين كذلك، الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في قبوله لولاية العهد أيضا هكذا. هناك ما طرأ على العناوين الأصلية. السلامة في أي منهج؟ وهو اللين. العارض يحتاج إلى تشخيص، هل هذا يحتاج إلى منهج كذا أو منهج كذا؟ هذا يحتاج إلى تشخيص، والتشخيص في اجتهادات، والاجتهادات إن لم تتسم أجواؤها باحترام الرأي الآخر إذن هي تؤدي إلى التنازع، فالموقف منها التوقف. فنرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وربما يؤيد هذا الكلام عنوان اليتم الذي أعطانا إياه أهل البيت، أو وصفنا به أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بأننا أيتام آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في هذه الليلة وصدرنا الكلام بقوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
تعالوا أيها الإخوة لنتخذ هذا العنوان دثاراً لنا وستاراً من المخاطر، درعاً من المخاطر، أن نحب بعضنا البعض، أن نحذر كل الحذر من الإساءة إلى بعضنا البعض، أن نفر من القطيعة كما يفر الغزال من السبع. أنا ما يهمني هذا انتماء ويش، وهذا حزب ويش، وهذا مرجعية ويش، أبدا ما لي علاقة. يهمني أن يقول أشهد أن عليا ولي الله بس. الباقي الأمور بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الأمر غير الواضح لا ينبغي أن نعطيه عنوان الوضوح، يعني أجي أقول بأن فلان ضلال واضح، إذا صار في اختلاف يعني مو واضح. واضح كلامي لو مو واضح؟ هذه العناوين التي تبعدنا عن بعضنا البعض ننتهي عنها. نعاهد رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الليلة التي نسأل الله عز وجل أن تكون مباركة علينا وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات. علينا أن نحارب أنفسنا وأن نقف عن متابعة أي جهة كانت تدعو أو تحمل راية التفريق بين المؤمنين، لأن الأصل هو خطاب رسول الله صلى الله عليه وآله. باقي الخطابات عن الأئمة هذه كلها نحتاجها بلا شك وبنفس المستوى، ولكننا نعيش ضعفا في التشخيص. وبالتالي طبعا ضعف في التشخيص هذا مو معناته العلماء ما يقدرون يشخصون، لا يفهم كلامي بشكل خاطئ، ولكن في النهاية هناك توجهات، هناك زوايا تقرأ منها الساحة. نحتاج أن نتوقف وأن نحترم بعضنا البعض وأن نرجع إلى خطاب رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه الأصل عند الشبهات، وهو خطاب اللين وخطاب المحبة وخطاب الألفة وخطاب عدم اقتحام الشبهات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأسعد الله أيامكم، وأرجو المعذرة من سماحة الشيخ تجاسلنا في محضره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله لكم.